المشكله اللي ظهرت اليومين دول اللي هي موضوع الخطف الاناث، خدت بال حضرتك؟ خاصه ان هم في سن ايه، في سن ايه الزواج زي ما بيقولوا. بدات تتردد هذه الحالات بكثره، في مثلا في حوالي 40 يوم مثلا كان وصلت لحوالي من 5 إلى 6 حالات هنا في المعتمديه وبجوارنا، بيرك الخيام برضو موجود فيها الحاله دي، خدت بالك؟ برضو كذا حاله برضو هناك. فبدا الموضوع يتردد بكثره، خاصة الناس دي طبعا بتطلب مبالغ فدائية للحالات، وبدأ الموضوع بقى أصبح تجارة. خطف البنت ثم تليفونات، يجيبوا رقم التليفون ويبدأوا يتابعوا الحالة، طب هتدفعوا لنا كذا، طب هتبدأوا تفاوضوا، هتدفعوا لنا كذا، هتدفعوا لنا كذا. حتى بقى بعض مثلا بناخد أرقام التليفونات وحتى نبدأ خد بالك نتتبعها ونجيب مثلا مصادرها من 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 طبعا من الاتصالات أو من خد بالك أو ما شابه ذلك، بيبدأ للأسف حتى الدولة مش عايزة تشتغل معانا في ذلك، يعني حتى الأمن مش عايز يشتغل معانا. يستطيع طبعا إن أنت تقدر تحددي بنحدد المكان ونقدر نقبض على الناس دي، ورغم ذلك ما فيش مثلا حملات قايمه مثلا لكده او كده. في النهايه هم بيساومونا كمان ان احنا نتنازل عن المحضر لو عملنا محضر او كده. انت معانا، احنا معانا رقم التليفون، خدت بالك؟ فسهل جدا ان احنا نجيب الحاله، ولكن من التتبع اصلا للاسف، من التتبع بالنسبه للدوله والجهات المختصه يعتبر ضعيف جدا. الايام دي او من فتره حوالي شهر او شهرين بدات تكرر حوادث خطف الاناث البنات، خصوصا ان البنات تتراوح سنهم من بين 15 ل 20 سنه. يجي بتاع يعني ممكن تكون امراه منقبه او غير منتقبه، تاتي الى الفتاه يعني وتقول لها يعني اللي انا عايز مثلا تساعديني تشيل حاجه على راسي او حاجه زي كده، تكشف لكم معاها مخدر تخدرها وتاخدها معاها توك توك، تركبها في التوك توك وانطلقوا بيها بقى الى مكان معين. هي شكلها طبعا عصابه ومرتبه ومنظمه، وبعدين بيتصلوا بيساوموا اهل البنت اللي هم مثلا عايزين مبلغ 50,000 جنيه 100,000 جنيه، ويبدا بقى في التفاوض معاهم حسب مقدرتهم بقى، ممكن 100,000 جنيه يوصلوا 50، ممكن يوصلوا 40، وبعد كده بيسيبوها. بنقول للدوله اللي هم يتقوا الله في البلد، وهم المهمه الموكله اليهم والمحافظه على الامن والامان، وده شيء يعتبر معدوم تماما بالنسبه للبلد عندنا هنا. فهم يتقوا الله، وبدل ما يمسكوا يقبضوا على الشباب المتدين او اللي بيصلي او اللي بيقرا قران او ماشي في الشارع بيطلب بحقه، بدل ما ياخدوه يرموه في السجن بالسنين بدون اي تهمه موجهه لهم، يشوفوا الشباب اللي بيشربوا الحشيش واللي بيشربوا مخدرات واللي بيقطعوا الطرق واللي بيتحرشوا بالنساء وبيتحرشوا بالبنات واللي بيخطفوا البنات واللي بيخطفوا النساء. انا كان عندي بنتي في ثانوي عام، لازم ام والدتها تاخدها كل يوم الصبح توديها المدرسه وحد يجيبها من المدرسه. يعني حصل يعني حوالي 4 أو 5 حالات اختطاف في البلد هنا، وبيساوموا على الفلوس ومبالغ، وفي ناس كتير اصلا معهاش مبلغ مثلا 100,000 او 150,000، ناس هتجيب منين؟ فلو في مثلا في امن وفي امان وفي استقرار في البلد وفي ناس بتخاف على مصلحه البلد، الموضوع ده مش هيتم طبعا. انا كولي امر مثلا تلميذه ولا بنت عندي في المدرسه ببقى في شغل هنا وخايف عليها، بضطر مثلا لازم والدتها تروح توديها، حتى كمان ممكن امها يخطفوها. اه والله يعني مش بعيد، هم يعني ما يخطفوا مثلا بنت عندها 16 سنه او 17 سنه، طب دي صغيره؟ دي مش صغيره، فهي مشكله، فمش عارفين نعمل ايه في المشكله دي. انا بودي واحده من الناس، انا بودي، انا معايا طالبه في اولى جامعه والتانية في ثالثه اعدادي وابني في سنه سته، انا بوديهم الصبح واجيبهم. طبعا التاثير سلبي، يعني تخيلي انت تخيلي كده بيبقى العيل مصدقني ان هو كبر، وبعد كده انك انت مثلا بيروح انا واحده من الناس انا ما بوديش عيالي الجامعه، انا ما بوديهاش قاعدين في البيت. ما انت تخافي يعني مثلا دلوقتي ان يعني هم بيخطفوهم في قلب المدارس، ما فيش امان اصلا هنا، بس العمليه بقى ساءت جميعا المنطقه هنا. انا ابني كان هيتخطف هنا في قلب المكان. كأم انا خايفه على عيالي، يعني انا حاسه ان انا قاعده في بلدي وما فيش امن خالص فيها. المفروض هنا الدوله يعني في كل قريه ينزلوا امن هنا. ما في دور الدوله معاك ما فيش خالص، يعني الدوله هتعمل ايه؟ ليه لما الاب بيدبر المبلغ اللي بيطلبوه منه اللي هم الحراميه اللي بيخطفوا البنت او الولد، ليه ما يسيبوها له؟ يعني خطف البنات عندنا في البلد ومش اول واحده، دي ده حوالي 3، وبيطلبوا فديه من الناس. عندنا واحد راجل غلبان جوه في البلد طلبوا منه فديه، كانوا طالبين 100,000 خد 50,000 جنيه بالعافيه، والراجل لموه من قرايبه لان احنا عائلات هنا في البلد، ولموه من اهل البلد من ناس في المنطقه عندنا. ده منتشر بقى لفترة،
ده غير سرقة التكاتك وغير سرقة المكن. ما هو اللي بيحصل عنده حالة بيروح يبلغ، ما حدش بيسأل فيه. أهو ما لو الأمن بيقوم يبحث ولا بتاع كان هيجيبوا الحالة دي ويدوروا عليها. هذول كان بقى بيفضلوا فاتحين بقى ويتصلوا وهات فلوس وهات فلوس، لما ياخدوا الفلوس وبعدين يبقى يسيبوا اللي هم سارقينه اللي خاطفينه. أنا دلوقتي طالعة نازلة ببنتي وأروح أودي ابني المدرسة وأجي أودي بنتي الدروس، أنا هنا في ثالثة ثانوي، فدروسها ما لهاش مواعيد، كل شوية بنزل وبطلع. لما الواحد حس إن هو اتكسح أصلا، منين معانا إحنا 100,000 عشان نجيبه للعيلة؟ وبعدين أنا معايا بنتين، هودي دي ولا أجيب دي ولا أودي الواد ولا أجيبه ولا نعمل إيه؟ إحنا بنتكلم دلوقتي على الأمان، الحكومة نزلت عشان لعبة، لعبة. أنا بتكلم بجد، الحكومة نزلت عشان لعبة تلمها من السوق. الحكومة تنزل تأمننا، تأمن بناتنا، تخلي عن المدارس، تخلي في السوق. البنات بتتخطف من السوق، ما بتخطفش من أي، بتخطف من السوق. بنات كتير بتتخطف. إحنا بنتكلم على الأمان، إحنا عاوزين الأمان. ما الأمان هيجي مع الحاجة غالية. كله متعلق بعضه. الأمان، الطرق، الشرطة، ما فيش شرطة بتنزل هنا المعتمدية نهائي. ما فيش شرطة بتنزل إلا لما يكون في حاجة. يعني بص تلاقي 10 15 عربية مدرعة نازلة، ليه؟ ده فلان إرهابي. طب المدرعات اللي بتنزل والناس اللي بنشوفها ملثمة، فين من اللي بيخطفوا الأطفال؟ فين من سرقة السيارات اللي أنت تقول لك روح الحرامة هيتصل بيك؟ فين الناس اللي بتتصل؟ أنا عايز أعرف، أنا بنتي اتخطفت النهاردة، الحرامي جاب نمرتي منين؟ لما اروح القسم وفجأة واحد يقول له هم يتصلوا بيك، يعني ايه هم يتصلوا بيك؟ وزاره الداخليه ازاي يقولوا لنا هم يتصلوا بيك؟ انا اعرف كذا واحد لما عربيته اتسرقت او حصل عنده مصيبه او مشكله قالوا له هم يتصلوا بيك، يعني ايه يتصلوا بيك؟